نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل السنة وجماعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله مولانا العظيم غن بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان دین کامل کامل رحما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما فرمایا
شكرا يا دكتور.